مرحبا بكم في درس جديد. في هذا الدرس سنتعرف على مكون من قائمة سيستم. المكون يسمى OLE Container. دعونا نقوم بإضافته. كما ترون هذه هي المساحة. من اسم المكون نجد كلمة OLE وكلمة Container. Container أو حاوي لاحتواء أشياء أو يحتوي الـ OLE. فما هي الـ OLE؟ الـ OLE هي اختصار لـ Object Linking and Embedding. Object يعني الكائنات، ربط الكائنات وتضمينها. الـ OLE هي عبارة عن تقنية من مايكروسوفت تقوم بإظهار المكونات، تضمينها داخل المشروع الخاص بك، أو ربطها مباشرة. لدى هذا المكون الكثير من الخصائص. أول شيء والذي نريد التعرف عليه هو كيفية تضمين Object أو محدد أو Document وثيقة. نقوم بعمل Insert Object، ومن هنا نختار نوع الوثيقة أو نختار لينك. هنا نستطيع جعله عبارة عن لينك، ومن هنا نستطيع اختيار الوثيقة مباشرة لعمل تضمين لها. دعونا نختار مثلا مايكروسوفت وورد دوكيمنت. نضغط على OK فستتغير الواجهة قليلا. تظهر لنا ملف وورد بهذا الشكل. هذا هو الملف نخرج منه حاليا، لا نريد العمل به. نضغط بالزر الأيمن مباشرة على المكون. لا تظهر لنا مجموعة من الخصائص الجديدة والتي هي Edit و Open Insert Object لإضافة Object آخر، Copy Delete و Object Property. سنقول له Edit فتظهر لنا نافذة الوورد من جديد للتعديل على الملف الوورد. يعني تم إنشاء ملف وورد خصيصا لهذه المجلد أو خصيصا لهذا المكون OLE Container. نحن أيضا نستطيع التعامل مع هذا المكون بالكثير من الخصائص. أول شيء نريد التعرف عليه وهو كيفية أول شيء سنقوم بحذف الـ OLE الموجود هنا. نقول له Insert Object من جديد. نذهب إلى هنا ونختار Microsoft Word، ثم نقول له أوكي. فمن هنا يمكننا عمل النص وكتابته. مرحبا بكم، سنكتب مثلا مرحبا بكم في درس جديد. نضغط على حفظ. من هنا تم الحفظ مباشرة، تم حفظ. عندما نقوم بإدخالها هذا هو الشكل الخاص بها الآن. هذا هو النص الموجود. كما ترون النص يمكننا التحكم فيه عن طريق خاصية Size Mode. يمكننا جعلها إما كليب أو يكون Auto Size، يقوم بجعل المكون OLE Container في الوضع Auto Size. يمكننا جعله في Center أيضا، في منتصف هذا النص هنا. ويمكننا أيضا عمل خاصية Stretch لكي يتأقلم حجم النص مع حجم المكون، وخاصية Scale لوضعه في الوسط. لدى المكون خصائص أخرى لا نريد التعرف عليها أكثر، نريد فقط التعرف على الأشياء الرئيسية أو الأشياء الموجودة لدى هذا المكون. دعونا نذهب إلى المكون ونضغط على Open. كما ترون ظهرت لنا نافذة من جديد من أجل التعديل عليها. وعندما نشغل البرنامج، عندما نقوم بالضغط عليه لا يحدث شيء. إذا قمنا بالضغط المزدوج عليه فستظهر لنا واجهة التعديل ويصبح برنامجنا كبرنامج الوورد. هنا نقوم بالتعديل على النص، نخرج منه كأننا خرجنا من البرنامج. هذه الخاصية هي خاصية Auto Activate، إما عن طريق الدبل كليك أو مانيول، أو باستخدام الجات فوكست أو التركيز على المكون فقط سيقوم بعمل كل هذا الأمر. بدل دبل كليك فقط، التركيز عليه سيجعل هذا الأمر يحدث أو التعديل ممكن، ويفتح لنا برنامج الوورد للعمل عليه. الآن أول شيء يخطر في بالنا هو كيف نقوم بعمل إضافة مجلد ما أو فتح مجلد ما بشكل برمجي. دعونا نقوم بإضافة زر. نستخدم مكون للفتح مثل Open Dialog. نقول له if Open Dialog 1.execute، والذي هو سيكون بطبيعة الحال في الوضع true. if then begin وand. ما الذي سنقوله له الآن؟ نقول له
OLE object. OLE object مكون OLE OLE container عفوا. ثم نقول له create، هذا الإجراء create object create project أو create object from file. لديه عبارة عن اثنان بارامتر، الأول هو الفيل نيم والثاني هو خاصية الايكونيك. سنجعلها في الوضع فولس. سنقول لها الفيل نيم هو الفيل نيم open dialog dot fill name، ثم سنقول له الخاصية ايكونيك في الوضع فولس. لو نجرب عند الضغط على الزر، عفوا نقوم بإلغاء العمل الذي قمنا به أو نقوم بحذف المكون إذا أردنا. only container هنا، نضغط على الزر أثناء التشغيل، نضغط عليه ثم تظهر لنا النافذة. نختار مثلا ملف doc، والنتيجة كما ترون يظهر لنا النص الموجود فيه. الضغط المزدوج يأخذنا إلى التعديل على هذا الملف، الخروج منه يقوم بعمل حفظ له أو عمل حفظ لهذا الملف. ونفتح من جديد، كما ترون لا يوجد أي شيء، التعديل كان فقط أثناء التشغيل. يمكننا التعديل عليه وحفظه من جديد باستخدام السيف ديالوج بنفس الطريقة، الطريقة هذه هنا السيف ديالوج دوت اكسكيوت، ونقوم بحفظ العمل. سيكون هناك فرق وحيد فقط، وهو بدل استخدام ال create سنقول له save as document، save as document هنا، وسنختار فقط الفيل نيم. لا وجود لخاصية ايكونيك. الخاصية إذا لم يتعرف عليها أحد أو يريد التعرف عليها أكثر، كما قلنا لا نريد شرحها وشرح جميع الخصائص. إذا أراد أحدكم التعرف على خاصية ايكونيك فقط يقوم بالضغط عليها ثم الضغط على F1، ثم يظهر له ملف الملف الخاص بالدعم الموجود في الدلفي للتعرف عليها أكثر. هذه هي أغلب الأشياء الموجودة في مكون OLE Container، ولديه دعم لكثير من المكونات أو لكثير من الأوبجكت، إكسل إما إكسل أو PowerPoint أو Word أو مثلا ملف Text أو ملف مثلا إذا كان لديك Adobe خاص بالبي تي اف سيقوم بفتح ملف بي دي اف. هذا هو بمعنى امبدد او تضمين تضمين دوكيمنت محددة او وثيقة محددة في البرنامج الخاص بك، ويتم هذا عن طريق مكون OLE container.